من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الأمور في هذا الكون أكثرها مترابط بعضها بالبعض الآخر، لا يمكن تصور أمر من الأمور منفصلا عن أمور أخرى، لا يمكن أن ننظر إلى شيء بمفرده بدون أن نظر إلى ما يسبقه ويلحقه. مثلا جسد الإنسان مركب من ألوف بل من ملايين بل من مليارات الأجزاء والخلايا، لا يمكن أن نتصور جزءا من هذه الأجزاء منفصلا عن سائر الأجزاء، لا يمكن أن نتصور أن العين منفصلة عن القلب، المخ منفصل عن الأمعاء، كذلك لا يمكن تصور الإنسان منفصلا عن سائر الناس، منفصلا عن الجمادات، منفصلا عن الحيوانات. فكل ما في هذا الكون بعضه مترابط بالبعض الآخر. إذا وقع الشيء في موقعه فإن هذه الوحدة المتكاملة تكون على أفضل الصور، ولكن إذا الشيء انحرف وتغير عن موقعه تبدأ المشاكل. إذا خلية من خلايا جسم الإنسان الذي حجمها بمقدار معلوم، إذا هذه الخلية تضخمت، هذا التضخم قد يسبب السرطان مثلا، أجارنا الله وإياكم منه ومن سائر الأمراض. هذا المرض يبدأ من الوقت الذي تبدأ خلية من الخلايا التغير عن موقعها وعن حجمها. الإنسان إذا أصيب في عضو من أعضائه، مثلا انكسرت رجله، فإن جميع أجزاء جسم الإنسان يتفاعل مع هذا المرض. إذا الإنسان أصيب بمرض من الأمراض مربوط بعضو من الأعضاء، سائر الأعضاء أيضا تهتم بالأمر، سائر الأعضاء أيضا تحس بالألم. هذا في كل أمور الكون.
المسلمون أيضا والبشر وحدة متكاملة. إذا عضو من أعضاء هذه الوحدة أصيب بالأذى، ينبغي أن جميع الأعضاء تتفاعل مع هذا العضو المصاب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلمون كالجسد الواحد، إذا أصاب منه عضو سهرت له سائر الأعضاء بالحمى. رجل الإنسان مصابة، لكن كل جسده مصاب بالحمى. لماذا؟ لأن الجسم صحيح أنه أجزاء مختلفة، صحيح أنه جزء يختلف عن جزء آخر، ولكن هذه الأجزاء في منظومة واحدة، في قانون واحد، في أسباب ومسببات واحدة. العين لا تقول إن الرجل مصاب فلماذا أنا أسهر، القلب لا يقول إن الدماغ هو المصاب فلماذا أنا أضطرب، ليس كذلك. إذا صارت الحالة بهذا الشكل، يعني عضو من الأعضاء أصيب أما سائر الأعضاء لم تحس بتلك الإصابة، فإن هذا الجسد فيه خلل، لعل شبكة الأعصاب فيها خلل، لعل النخاع مقطوع. المرض في هذا الجسد موجود، لهذا سائر الأعضاء لا تحس بذلك المرض. المسلمون، الرسول يقول، وحدة متكاملة. إذا عضو من أعضاء هذه الوحدة أصيب بمشكلة أما سائر الأعضاء لم يهتموا بالأمر، معنى ذلك أن المسلمين في مرض يحتاج إلى علاج. إذا لم يعالج هذا المرض وهذا الجسم المريض فإنه يودي به، فإن المرض يتفاقم. الرسول يقول: من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذا رأيت مسلما في مصيبة، في مشكلة، لكنك لم تهتم، أنش علي، هذا من قومية أخرى، هذا من بلد آخر، هذا كذا، هذا كذا، إذا لم أهتم بأمره فأنا لست بمسلما متكامل الإيمان، هذا جسم مريض. ولذا نرى أن المسلمين حينما أصيبوا بهذه الحالة نرى أوضاعهم وما وصلوا إليه. المطلوب من عندنا أولا الإصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا صارت هناك مشكلة بين المؤمنين، مشكلة بين المسلمين، هؤلاء إخوة، يجب أن نصلح ما تمكننا. وكلمة إنما للحصر، إنما المؤمنون إخوة، كلمة إنما تستعمل في اللغة العربية للحصر، يعني المؤمنون فقط إخوة، حصرنا المؤمنين في الأخوة. إذا صارت هناك مشكلة بين أخ وأخيه، طبعا إذا هذه المشكلة بقيت بحالها تتفاقم، لأنه دائما الأمراض هي صغيرة ثم بعد ذلك تنتشر إذا لم تعالج. الأمراض في بدايتها خلية تتمرض، إذا هذه الخلية عولجت فإن المرض لا ينتشر، لكن إذا تركنا الداء ولم نداوه المرض ينتشر في الجسم وكل الجسم يصاب بالمرض. فبداية إذا رأينا مشكلة بين مسلمين
هؤلاء إخوة ينبغي أن نصلح. كلمة أصلحوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذا رأينا مشكلة بين مسلمين، بين جارين، بين صديقين، بين بلدين من البلاد الإسلامية، ينبغي علينا الإصلاح بمقدار استطاعتنا، بمقدار ما نتمكن. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذا لا نتمكن، نحن قد أدينا الوظيفة ولكن لم نتمكن من الوصول إلى النتيجة. فالإنسان ينبغي عليه أن يؤدي واجباته، وصل إلى النتيجة أو لم يصل. فهذا أولا الإصلاح. ثانيا نصر المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا المسلمين المستضعفين استنصرونا، يجب علينا أن ننصرهم بالمقدار الذي نتمكن. يمكن نتمكن في مساعدتهم ماليا، نساعدهم ماليا، يمكن نتمكن من مساعدتهم عسكريا إذا هجم عليهم الأعداء نساعدهم عسكريا، إن يمكن أن نساعدهم ببياننا، ببيان مظلوميتهم، بالدفاع عنهم. ينبغي بل يجب أن نفعل هذا الفعل. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر. أليس هذا من مأساة المسلمين أن يقتلوا في الشيشان ويستنصر المسلمين ولا أحد ينصرهم، ثم يضطرون أن يستنصروا بالفاتيكان، بالمسيحيين يستنصرون لأنهم استنصروا المسلمين. هل نحن ساعدناهم بسلاحنا؟ هل ساعدناهم بأموالنا؟ هل ساعدناهم بلساننا استنكارا على هذا الفعل؟ هل خرجت مظاهرة في بلد من البلاد الإسلامية تطالب بحقوقهم؟ لم يفعلوا هذه الأمور. يضطرون بأن يستنصروا الفاتيكان، البؤرة التي هي همها القضاء على الإسلام والمسلمين. فهل نحن مسلمون ونحن لا ننصر مسلما ينادي؟ الرسول يقول: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. والآن نحن نستمع إلى المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يستنصرون، هل نصرناهم؟ لا أظن. يمكن كثير أو البعض بمقدار ما تمكن نصر، أما الأعم الأغلب لم ينصر. إذا كان 1% من المسلمين ينصرون المسلمين المضطهدين لزال الاضطهاد. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. قتل المسلمون في كوزوفو في هذا المكان وشردوا، لكن هل من المسلمين نصروهم؟ لم ينصرهم المسلمون، وإنما نصرهم الكفار لمصالحهم، مو قربتنا إلى الله تعالى. إذا الكفار نصروا المسلمين هناك لم يكن هذا الأمر لأجل أنهم يحبوا الإنسانية أو يحبوا المسلمين، وإنما لمصالحهم الشخصية. أين المسلمون؟ أين أموال المسلمين؟ أين طاقات المسلمون؟ لا نرى لذلك أثر. طبعا الإنسان المهم منه أن يؤدي بمقدار ما يستطيع. يمكن أنا لا أتمكن من هذا الأمر بسلاحي أو بمالي أو بلساني، ولكن أتمكن بمقدار قليل. يجب علي أن أفعل هذا الأمر، مو فقط بالنسبة للمسلمين فقط، هذا أجل المصادق، بل أي إنسان حتى إذا لم يكن مسلما وكان مضطهدا يجب علينا أن ننصره. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق أو في قضية أخرى. هجم جيش الشام على بلدة الأنبار تسمى الرمادي في الحال الحاضر، وقتلوا بعض المسلمين واغتنموا بعض الغنائم. فسمع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وقال: ما مضمون أنه بلغني
أنه كان يسرق أو يؤخذ فرط المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني الكافرة التي هي تحت ذمة المسلمين، كانوا يسرقون قرطها. فالإمام يقول: ولو أن أحدا مات من هذا كمدا ما كان عندي ملومة، من كافرة أو من مسلمة سرق قرط، إذا مات من هذه المشكلة كمدا لم يكن عندي ملوما. رأى أمير المؤمنين رجل يتكفف في الكوفة، قال: ما هذا؟ يعني شنو هذا العمل؟ لم يقل من هذا، قال: ما هذا؟ قالوا: رجل من النصارى. هذا رجال مسيحي، مو مشكلة إذا يتكفف، كان أعمى. الإمام قال: ما أنصفتم الرجل، استعملتموه شابا وتركتموه كبيرا. ثم أمر له بأن يجرى له راتب من بيت المال. هذا إذا كان حال الكافر. فالمسلم بطريق أولى، الإنسان ينصره في أي مشكلة، سواء كانت مشكلة من الأعداء أو مشكلة أخرى، مثلا مشكلة الفقر، الإنسان بمقدار استطاعته يعاون الفقراء، يساعد الفقراء في شهر شعبان، في شهر رمضان، في سائر الشهور بمقدار ما يتمكن. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام حينما غسلوه رأوا على جيده أثرا، على كتفه أثر، فشيء أسود مثل الخيط، ما هذا؟ قال الإمام الباقر: من كثرة ما كان يحمل جرابا على ظهره ويوزعه على الفقراء، حتى قالوا أنه ما فقدنا صدقة السر إلى أن مات علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. كان أحد العلماء الكبار السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، وكان يتشرف بخدمة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان في زمانه أيضا أحد العلماء كان اسمه الشيخ جواد العاملي أو السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، يقول: في ليلة من الليالي طرقت الباب علي، فتحت الباب رأيت خادما للسيد بحر العلوم، قال لي: إن السيد مهدي بحر العلوم يريدك. فذهبت إليه، رأيته غضبان، قال لي: إن جارك جائع هذه الليلة وأنت تأكل مما لذ وطاب، 3 أيام هذا جارك ما ماكل شيء. يقول: قلت له: ما كنت أعلم، إذا كنت أعلم كنت أساعده. قال لي: إن عتبي عليك أنك لم تكن تعلم، لكن إذا كنت تعلم ولم تساعده فأنت ما كنت من المسلمين. ثم أمر بصينية مليئة بالأطعمة المختلفة فجاء بها إلى ذلك الرجل الجار. يقول: حينما رأى الجار تعجب، قال: إن هذه الأطعمة أنتم لا تصنعونها، من أين جاءت؟ لا أأخذها منك إلا أن تقول مصدرها. فقلت: إن السيد بحر العلوم قد أمر بهذا الطعام لك. هذا يتمكن، يمكن الإنسان لا يتمكن، يعني أنا ما أتمكن أن أنصر مسلما أو أن أساعد مسلما في مشكلته، لا أتمكن بأي طريقة من الطرق، أما يمكنني أن أحزن عليه. الاهتمام في اللغة العربية مشتقة من الهم، الهم يعني الحزن، أهمني الأمر يعني أقلقني أحزنني. من أصبح ولم يهتم، يعني أنا ما أقدر أساعد المسلمين، لا أقل من الحزن عليهم، لا أقل من الاهتمام لهم، لا أقل من الدعاء إليهم. هذا الأمر ممكن. يقول جابر الجعفي، وكان من أعاظم أصحاب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، يقول: جئت إليه وقلت له: يا سيدي، إني في بعض الأحيان بدون سبب أحزن، أشوف حزن في نفسي بدون سبب، ماكو سبب. الإمام قال: إن أرواح المؤمنين مخلوقة من طينة عليين أو من طينة الجنة، إذا حزن روح من تلك الأرواح جميع تلك الأرواح تحزن معه،
بدون سبب. أنت إذا تحزن هذا حزنك دليل على أنه أنت روحك من تلك الطينة مخلوقة، روحك منك، فإذا جزء حزن سائر الأجزاء أيضا تحزن. فما بالك برجل يسمع، مو أنه لا يسمع، هذا ما كان سامع بشيء ولا يعلم ويحزن. إذا واحد يسمع ويرى مصائب المسلمين ومشاكلهم ثم لا يهتم بهذا الأمر، هذا ليس بمسلم حقيقي. اسمه مسلم لكنه ليس بمسلم في الواقع وفي الحقيقة، لا أقل من الحزن. بعض الأحيان الإنسان يتأسف، يرى جماعة من المسلمين في مصيبة والجماعة الأخرى تتشمت بهم وتفرح على مصيبتهم، يقول الحمد لله هؤلاء أسوأ درجة من درجات الابتعاد عن الإسلام وعن الإيمان. من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الدعاء هذا أقل شيء يجب منا أن ندعو، نحن في شهر رمضان من الأدعية وفي أدعية أخرى، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. يمكن واحد يقول أن هذا الدعاء لا يستجاب على كليته، لأن الدنيا دار للمشاكل وكل المفاسد لا تصلح، ولكن لعله هذا الدعاء بظهور الإمام الحجة الذي يصلح في ظهوره كل فاسد من أمور المسلمين، ولعله لأجل أن الإنسان بالدعاء وبتكرار الأمر يوجد هم في نفسه واهتمام في نفسه لحل هذه الأمور ولحل هذه المشاكل. سابق الأمر إذا كان بلد من بلاد المسلمين يصير في مشكلة، ترى كل المسلمين يهتمون بهذا الأمر. صارت حرب بين الروس وبين إيران، الروس احتلوا قسما من بلاد إيران التي تسمى في الحال الحاضر بأذربيجان، احتلوا منها. العلماء في النجف أصدروا فتوى بالجهاد مع أنه بلد نائي، وخرج مجموعة منهم، السيد محمد المجاهد ابن صاحب الرياض، هذا كان رجل من العرب لم يكن من الإيرانيين، لكنه هو الذي قاد الدفاع عن تلك البلدان وأوقف الحملة الروسية عند حدها، وإلا كانوا أكثر يتقدمون. مشكلة في إيطاليا، في ليبيا كانت صايرة، إيطاليا كانت محتلة، السيد محمد كاظم اليزدي أصدر فتوى بوجوب الدفاع عن المسلمين في ليبيا وذهبوا هناك. مشكلة في أفغانستان حدثت، الميرزا شيرازي الكبير أصدر فتوى بوجوب الدفاع عنهم. أما نحن الآن كيف؟ هل نهتم بهذه الأمور؟ الآن في أفغانستان يقتل المسلمون أشد تقتيل، في أندونيسيا اقتطعوا قسما من بلاد المسلمين اعطوه للمسيحيين إلى الكفار، اهتم أحد بهذا الأمر؟ لم يهتم. وهكذا في سائر بلاد المسلمين. الاستعمار في بداية القرن الحالي وقبله التفت إلى أنه هذه من نقاط القوة بين المسلمين، دولة واحدة الدولة العثمانية، صحيح أنها كانت دولة منحرفة، دولة لا تعمل في كثير من قوانينها بقوانين الله سبحانه وتعالى، صحيح أنها كانت تظلم، لكن كان أيضا بعض أحكام الإسلام مطبقة، ودولة واحدة. حاولوا تمزيق هذه الدولة ومزقوها. الآن الدول العربية 22 دولة، كل دولة تعتبر نفسها أمة، ثم الاستعمار من هذه الثغرة يدخل للتفريق بين المسلمين. هذه المشكلة الحادثة الآن في العراق منذ 10 سنوات، شنو سببها؟ الاستعمار أغرى بصدام ليحتل الكويت، ثم أوجدوا حالة العداء بين المسلمين مع أن كلا القطعتين من بلاد المسلمين. إذا هم إحنا ما نقول مسلمين من بلاد العرب، زين؟ وإلى يومنا هذا يقتل المسلمون وتسفك دماؤهم وأموالهم تنتهب، وصاروا في استعمار غير مباشر لأجل هذه الحالة التي أوجدها الاستعمار.
الأمة الفلانية، الأمة الفلانية، كل قطعة من بلاد المسلمين أمة صايرة، عكس ما يقول الله سبحانه وتعالى إن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الإسلامية أمة واحدة، مزقوها ثم دخلوا من هذه الثغرة. في كل يوم يثيرون نعرات طائفية ونعرات قومية ونعرات مذهبية وأمثال ذلك، وكل سببها يرجع إلى جهل المسلمين وابتعادهم عن أحكام الله سبحانه وتعالى واستثمار الدول الكبرى لهذه الحالة. ينبغي علينا أن نهتم بأمور المسلمين، إذا اهتممنا بأمور المسلمين الله سبحانه وتعالى أيضا يوفقنا. نحن لا نهتم فهذه المشاكل تكون قائمة. من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. نتمكن بالقوة، نتمكن بالمال، نتمكن باللسان، لا نتمكن من هذه الأمور أقلا بالحزن، ببيان مظلوميتهم، أن لا نقع فيما وقع فيه الكثيرون، أن نفرق بين المسلمين، هذا عربي، هذا عجمي، هذا تركي، هذا كذا، هذا كذا، هذا من البلد الفلاني، هذا من القرية الفلانية. هذه النعرات ينبغي أن نتجاوزها ولا نهتم بها. الرجل حينما صار مسلما نهتم به أنه هذا مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. جاءت مرأة من العرب عند أمير المؤمنين مع جاريتها، فمن بيت المال أعطى لهذه المرأة العربية 3 دراهم أو دنانير، وأعطى لتلك المرأة الأخرى وهي جارية لم تكن من العرب 3 دنانير. فانزعجت هذه المرأة العربية وقالت: يا أمير المؤمنين، لماذا سويت بيني وبين جاريتي؟ الإمام قال: لم أجد في كتاب الله ميزة لولد إسماعيل على ولد إسحاق، الناس كلهم من آدم وآدم من تراب. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: نحن هذه الحالة ينبغي أن نبعدها عن أنفسنا، أن نبعد تلك الحالة الذي يريد أن يركزوا في أنفسنا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بين المؤمنين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر. إذا كان هناك مشكلة بين المسلمين وبين الكفار، ومن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. أقلنا الاهتمام، أقلنا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بأحكامه، وأن يوفقنا لطاعاته، وأن يبعد عنا شر الأشرار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها